الصورة، هل أنا كنت طفلا أم أن الذي كان طفلا سوايا؟ هذه الصورة العائلية، كان أبي جالسا وأنا واقف تتدلى يداي، رفسة من فرس تركت في جبيني شجا وعلمت القلب أن يحترس. أتذكر سال دمي، أتذكر مات أبي نازفا، أتذكر هذا الطريق إلى قبره، أتذكر أختي الصغيرة ذات الربيعين، لا أتذكر حتى طريق إلى قبرها المنطمس. أو كان الصبي الصغير أنا، أم ترى كان غيري؟ أحدق، لكن تلك الملامح ذات العذوبة لا تنتمي الآن لي، والعيون التي تترقرق بالطيبة الآن لا تنتمي لي. صرت عني غريبا، ولم يتبقى من السنوات الغريبة إلا صدى اسمي وأسماء من أتذكرهم فجأة بين أعمدة النعي، أولئك الغامضون رفاق صبايا يقبلون من الصمت وجها فوجها، فيجتمع الشمل كل صباح لكي نأتنس. كانت هذه الكلمات جزءا من قصيدة الأخيرة للشاعر الكبير أمل دنقل قبل رحيله في 21 مايو عام 1983، استعدناها لنرسل لروحه ولكم التحية. أهلا بكم في أطياف. مشاهدينا، بالتأكيد مفيش دولة في العالم بتمتلك كم الآثار اللي بتمتلكها مصر من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، لكن للأسف الكم الكبير ده عند البعض معناه عدم تقدير وعدم اهتمام باعتبار إن عندنا منه كتير. وهو ده بالظبط اللي حصل مع قصر سعيد حليم باشا الشهير بقصر شامبليون اللي تخطى عمره 127 سنة، وبيتم التعامل معاه مش بس بتجاهل وعدم تقدير إنما بإهمال شديد جدا. ونتيجة للإهمال ده في الإشراف عليه، سواء توفير الصيانة أو الترميم اللازم لحمايته أو الحفاظ عليه، بات يعاني من تلفيات حتى في أساسه. ده بيهدد بقائه والاحتفاظ بهذه القيمة التاريخية والجمالية لسنوات وأجيال قادمة، إضافة إلى تعرض القصر الأثري لعمليات تعد ونهب. الجمل دي مش من خيالنا، لا، دي جمل موجودة بالنص في الدعوة القضائية اللي قالت إن القصر وقعت عليه بعض التعديات من قبل عدد من الأشخاص، وتم استخدامه لأغراض شخصية من عمال الورش المحيطة به، حتى إنهم استخدموا ساحته كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم. كمان استخدموا البعض عدد من غرفه كمأوى ليهم. كل ده أدى لحدوث تعديات وتلفيات في مبنى القصر وفي مكوناته الثمينة، لكن الحمد لله إن القضاء المصري العظيم استجاب للدعوة اللي رفعتها مجموعة من المهتمين بالآثار وقضت بإزالة هذه التعديات. دائرة الإزالات في محكمة القضاء الإداري قررت إلزام الجهات المسؤولة بإجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر شامبليون. وفي هذه الدعوة تم الإقرار بإزالة التعديات والاعتداءات الواقعة على القصر وكل ما يترتب على أي أثر يكون فيه إهمال لهذا القصر الكبير، وكمان يصبح متاح للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثرا مصريا.
يا رب يتم تنفيذ هذا القرار ويكون ده إنقاذ لواحد من أثرنا التاريخية الجميلة والعظيمة المنتشرة في مصر. وعلى ذكر التاريخ، بيتمر اليومين دول كمان ذكرى مهمة جدا في تاريخ الآثار المصرية اللي احنا بنحرص دايما على الاحتفاء بيها، وهي الذكرى 69 لاكتشاف مراكب الشمس في عام 1954، لما أعلن المهندس والسينمائي المصري الكبير كمال الملاخ عن اكتشاف يعد من أهم الاكتشافات الفريدة من آثار الملك خوفو، وهو اكتشاف حفرتين لمراكب الملك خوفو واللي سميت بمراكب الشمس. عثر عليها في الجهة الجنوبية للهرم الأكبر، وعمل كمال الملاخ ومعاه المرمم أحمد يوسف على اكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأولى، واللي خرجت للنور بعد أن نكثت في باطن الأرض ما يقرب من 5000 سنة، واللي بتعرف بمركب الشمس وبتعرض حاليا في المتحف الخاص بيها بجوار الهرم الأكبر، واللي تم افتتاح هذا المتحف عام 1982. المركب الخشبي الكبير اللي تم العثور عليه مفكك كان حوالي 1224 قطعة خشبية من خشب الأرز القادم من لبنان، وموضوع بعناية فائقة في 13 طبقة في أماكنها الأصلية، وكانت هذه القطع مختلفة الأطوال ما بين 23 متر و 10 سنتي، علاوة على كميات كبيرة من الأحبال والحصير والمجاديف الخاصة بهذه المركب. وتولى ترميم المركب المرمم المصري القدير الحاج أحمد يوسف، فأعادوا إلى ما كان عليه أيام الدولة المصرية القديمة، مع العلم أنه هذا المركب لم يتم استخدام أي مسمار في صناعته، مسمار واحد مش موجود فيه. المصري القديم استخدم طريقة العاشق والمعشوق، واستخدم كمان الحبال في تكوين أجزاء هذا المركب كبير الحجم. دي حاجة يعني تفوق الخيال، وصراحة بتدل قد إيه عظمة الحضارة المصرية القديمة بكل مكوناتها، من الهندسة للفلك للطب للفن. وبمناسبة الفن، بتمر علينا الذكرى الثالثة لرحيل واحد من أهم الفنانين المصريين في التاريخ الحديث، واللي بيعتبر بحق حفيد للفنانين المصريين القدماء اللي تركوا بصمتهم على الحضارة العظيمة، وهو الفنان آدم حنين اللي رحل عن عالمنا عام 2020 عن عمر 89 سنة. آدم حنين بيعد من أبرز النحاتين المصريين من بداية الستينيات. ولد آدم حنين في القاهرة لأسرة تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة سنة 1949، وبعد تخرجه في عام 1953 قضى مدة في مرسم الأقصر، واقترب من منابع وفلسفة التراث المصري وتشربها بعمق وتأمل، وانعكس ده على أسلوبه الفني طوال مشوار حياته الإبداعية. وبعدها استكمل دراساته في ميونخ بألمانيا، وأقام في فرنسا في الفترة من عام 1971 حتى عام 1996، وعمل في الفترة من عام 1989 إلى عام 1998 مع وزارة الثقافة المصرية في ترميم تمثال أبي الهول في الجيزة، وفي عام 1996 عاد نهائيا إلى وطنه وأسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت. بتتميز أعماله بالتركيز على البيئة المحلية والتراث المصري القديم، والقدرة على التعبير عن الواقع الاجتماعي، وله مقتنيات في متحف وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة وحديقة النحت الدولية في مدينة دالاس الأمريكية. وهنا نتوقف مع مجموعة من أبرز أعماله. آدم حنين حصل على وسام الدولة وعلى جائزتي الدولة التقديرية وجائزة مبارك في الفنون، وأنشأ سمبوزيوم النحت الدولي في الحجر الصلب بأسوان، وأصدرت عنه دار الشروق ودار سفير الدولية كتاب شامل عن حياته وأعماله، ومن الممكن مشاهدة أعماله في متحفه في الحرانية وفي متحف الفن المصري الحديث في القاهرة، كذلك في متحف الفن العربي للفن الحديث الموجود في الدوحة، واللي بيضم منحوته الهائلة السفينة والمعروضة في ساحة مدخل المتحف. نتمنى وجود موقع إلكتروني للمتحف يتيح للجميع
من محبيه والراغبين في التعرف على فن آدم حنين مشاهدة الأعمال دي أونلاين، وهي دي الطريقة المتبعة في عدد كبير من متاحف العالم والمعارض الفنية الكبيرة، خصوصا وإحنا الأيام دي بنعيش في أجواء بيسيطر عليها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير ودرجة كبيرة جدا جدا، دخلت كل مجالات حياتنا، مجالات ما كانتش موجودة قبل كده زي الأدب وزي الفن. وهو ده الموضوع اللي هنناقشه النهاردة، الذكاء الاصطناعي، مع ضيفنا العزيز الدكتور زين عبد الهادي، الباحث والروائي وأستاذ علم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، والمشرف العام على مكتبة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. هنلتقي مع دكتور زين وحديث مشوق عن الذكاء الاصطناعي، ولكن بعد الفاصل. اكتشف أهمية العصر المعلوماتي مبكرا، فقرر أن يدرسه طالبا ويتعمق فيه أستاذا وينقله لطلبته وفي كتبه. إنه الدكتور زين عبد الهادي، الباحث وأستاذ التكنولوجيا والمعلومات والكاتب الروائي. حصل عبد الهادي على ليسانس المكتبات من قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1979. بعدها نال درجة الماجستير عام 1995 ودرجة الدكتوراه في علم المعلومات من ذات القسم عام 1998. شغل عبد الهادي عددا من المناصب الرسمية، منها مدير دار الكتب المصرية، بعدها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كما رأس قسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة حلوان، وهو المشرف العام على مكتبة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستشاري اليونسكو للتراث غير المادي. لم يكتفي الدكتور زين عبد الهادي بالجانب الأكاديمي فقط، وإنما له منجز أدبي مهم تمثل في عشرات القصص القصيرة وعدد من الروايات، أحدثها رواية الحرب في الشرق. كما يشغل منصب رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية في برنامج اطياف، وبيسعدنا يكون معانا النهارده دكتور زين عبد الهادي، استاذ علم المكتبات والمعلومات بجامعه حلوان، والمشرف العام على مكتبه الفنون والثقافه بالعاصمه الاداريه الجديده. اهلا بيك يا دكتور معانا في برنامج اطياف. اهلا بحضرتك دكتوره صفاء. دكتور، كلمه علم المكتبات والمعلومات يمكن ده مصطلح ما يعرفوش كتير من الناس، يعني ايه علم المكتبات؟ علم المكتبات زي أي علم، العلم هو اللي بيدرس ظاهرة بتتكرر. احنا عندنا مؤسسات مكتبات في العالم كتيرة منذ بداية التاريخ، يعني لو تخيلي كده العالم لو ما كانش فيه مكتبة كان يبقى إيه حاله دلوقتي؟ ما كناش وصلنا للحظة اللي احنا موجودين فيها النهاردة. يعني مكتبة أشور بني بال ومكتبة اسكندرية، ودي علامات بارزة في تاريخ الإنسانية كله، لأنها ما كانتش مجرد مكتبة، كمان كانت مكتبة وجامعة وكليات فيها ومراكز أبحاث وكل ده كان موجود. وفي العصر الإسلامي الحقيقة برضو كان فيه، يعني لو اتكلمنا على الدولة الإسلامية في بدايتها والدولة الأموية والعباسية، كان في مكتبات كتير، يمكن أشهرها بيت الحكمة ودار الحكمة في بغداد. طبعا، ومكتبة الأزهر. ومكتبة الأزهر كانت من أكبر المكتبات في العالم قبل، في القرون الوسطى. إمتى العالم فكر إنه يبقى فيه علم بيتم تدريسه خاص بالمكتبات؟ هو ده الحقيقة كان موجود ومش موجود. يعني هقولك في تجارب في القرن الخمستاشر في مجلس العموم البريطاني، يعني تجربة بريطانيا في الديمقراطية تجربة بترجع للقرن الأربعتاشر، 1360 حاجة زي كده. فكان مخصص لكل عضو مجلس الشعب ملف، زي أمين مكتبة. أمين مكتبة هو اللي بيقرأ له الكتب والملفات، وكان عنده زي عجلة دوارة كده عليها الكتب. وللصدفة أنا لسه مخلص بحث
كبير عن الموضوع ده الحقيقة هناك، لأنه مهم جدا إن احنا نعرف ده. فكان بيديله كل أمين المكتبة ده كان يجيد اللاتينية واليونانية والعربية وكل اللغات اللي هي الحية اللي كانت موجودة في هذا الوقت، وبينقل من المخطوطات والكتب النادرة اللي موجودة لعضو مجلس العموم. يعني كل سياسي كان وما زال محتاج أن يكون عنده أمين مكتبة. وعلى فكرة ما زال هذا النظام موجود في بريطانيا وبعض وألمانيا وغيرها. يعني فكرة المكتبة عندهم هي مش فكرة اكسسوري، مش فكرة إضافية، هي فكرة أساسية في حياتهم، علشان كده هم متقدمين. على الرغم من أن احنا عندنا هنا بقى في مصر، وديك المعلومة بقى القوية جدا، عندنا حوالي 35 ألف مكتبة مصرية. مصر من أكبر دول العالم في مجال المكتبات، عندنا 18 قسم علمي في الجامعات بيدرس علوم المكتبات. علوم المكتبات هي اللي بتهتم بمؤسسات المكتبات من ناحية مواردها البشرية، من ناحية أجهزتها، من ناحية القوانين اللي هي فيها، من ناحية إتاحة الأوراق العلمية للباحثين. يعني برضو لو ما فيش مكتبات ما فيش بحث علمي، ولذلك ما فيش حفظ لهذا النتاج الإنساني والتراث العلمي سواء للبلد أو التراث العلمي للدول الأخرى. طبعا. وهنا 35 ألف مكتبة يا دكتور رقم كبير جدا، لكن خلينا نقول تأثير ال 35 ألف مكتبة إيه في الحياة في الواقع المصري؟ أنت بتطلعي كل سنة كام طالب من الجامعات المصرية الحكومية، سيبك من القطاع من الخاص، لأن الخاص من 3-6% حجم المدارس الخاصة والتعليم الخاص الجامعي وغيره، كويس؟ لكن الباقي طالع منين؟ ما هو لو ما فيش مكتبات في الكليات وفي الأقسام، كل الباحثين العلميين والدراسات العليا اللي عندك كلها طالعة من ده، وده رقم ضخم على بلد فيها 100 مليون إنسان. ال 100 مليون طالع منهم كل سنة حوالي مليون خريج جامعي. لو احنا مهتمين بالكواليتي بتاعت التعليم، وده جزئيا حاصل، انا ما اقدرش اقول كله لان احنا ترتيبنا مش حلو في التعليم، لكن ناس من دي كتير بره. انا شخصيا يعني خد معايا الماجستير والدكتوراه حوالي 300 وشوية، منهم حوالي 80 واحد بايدي انا مسفرهم بره، مثلا في اوروبا وفي امريكا وبعض الدول العربية، كملوا دراسات وبعضهم قعد هناك، فضل يقعد هناك ما يرجعش. إذا عندنا منتج كويس مش وحش، كويس، لكن ده محتاج شغل، محتاج شغل تاني. طيب علم المكتبات ده جزء في حياتي. أنا ما جملتش الإجابة بتاعت سؤال حضرتك كده اللي فات، أنا آسف. يعني في حاجة في المجتمعات اللي بره كلها اسمها الار اند دي، الريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني من غير مكتبة ومن غير معمل لا يمكنك أن تتقدم. طبعا. فأنت مهم جدا المكتبات والمعامل دي جزء أساسي من التعليم، جزء كروشيال، يعني جزء حاسم، لأن التعليم ده يتطور ويبقى فيه كواليتي كويسة. ولما جه الرئيس السيسي ووزير التعليم العالي من حوالي 10 أو 8 سنوات وعملنا بنك المعرفة، نعم، انت مش متخيلة الفوائد العلمية اللي رجعت على كل الباحثين في مصر وبره مصر من الاشتراك في حاجة زي كده. يعني وأنا متخيل ده عمل انفراجة في التعليم الجامعي وفي الدراسات العليا على وجه التحديد، وبقت فيه أبحاث وفي البحوث كويس. بشكل خاص. دكتور حضرتك، علم المكتبات ده جزء من حياة ومجالات وأنشطة دكتور زين عبد الهادي. حضرتك أديب، كاتب، رحالة. فنبتدي بقى بجانب الأديب ونقول لك عن روايتك الحرب في الشرق. رواية الحرب في الشرق وبورسعيد وذكريات الطفولة وذكريات فترة حرب 56 وبعدها التهجير في 67، كل هذه الأجواء اللي نقلتها بصدق وبشفافية، إزاي كونت شخصية العالم والأديب دكتور زين عبد الهادي؟ أنا والدي الله يرحمه كان راجل بيكتب قصة قصيرة، وكان بيشتغل في الأهرام بالمناسبة. يعني بعد ما ساب بورسعيد 67 كان ليها جانب سلبي وجانب إيجابي، يعني في شخصيتي أنا تحديدا. الجانب السلبي إن أنا كل ذكريات الطفولة احترقت، يعني ما فيش، أكنك كنت في حلم وصحيت منه فجأة، لأن ذكرياتنا في الستينات كلها كانت متعلقة بالبحر وبالأجانب وبالفن وبالثقافة.
يعني انا بيت فيه كل اللي فيه بيدخلوا سينما، يعني كل البيت اللي انا كنت فيه ده كل اللي فيه من جدتي لجدي لامي لعماتي لاخواتها للكلام كله بيخش السينما، وكله ليه علاقه قويه جدا بالسينما. جدي كان حافظ مثلا، حافظ جمل باكملها للامام محمد عبده من الاذاعه، يعني شوفي تاثير الاذاعه كان ايه في هذا الوقت، من الحديث المباشر بالظبط كده. حافظ راجل امي وحافظ اكثر من 10,000 بيت من الشعر العربي القديم، وانا وهو بنطلع في رحلات على الشاطئ من بورسعيد لحد غزه، يعني نصطاد سمك بالذات السردين والحاجات دي، او نصطاد سمان في الخريف والكلام ده كويس. فرحلاتنا دي هي رحلات كان الخيال بيلعب فيها دور ضخم جدا. ففكره الخيال ارتبط بالسينما. ماما الله يرحمها كانت تعرف ترسم كويس وكانت تعرف تغني كويس، فانا قاعد بقى وبيقروا كتب، يعني في انا اتولدت في بيت الكتاب جزء اساسي منه، رغم ان هي ما كملتش الثانويه العامه وابويا يمكن كان ثانويه عامه تقريبا. على ذكر الغناء وغناء الوالده تحديدا، حضرتك شديد الولع وشديد الاعجاب بالفنانه ليلى مراد. طبعا جدا. وافردت ليها مساحه في روايه الحرب في الشرق، ويعني وكان في تداخل ما بين الوالده وما بين الفنانه ليلى مراد. احنا تربينا في الستينات على هذه الاصوات اللي خاليه من شوائب النشاز. مفيش نشاز ومفيش شوائب، اصوات صافيه ملائكيه. الغنى حقيقي فيها، ما هوش مزيف وما هوش رغبه في مكانه ولا رغبه في فلوس ولا اي حاجه. ده امر، وده امر مهم جدا، او حتى ده كان بيحصل، لكن انت بتسمعي ده طول النهار فاتمليتي بيه، انت عايشه جدا. لدرجة يعني أنا في الحرب في الشرق المطلع بتاعها، وانت عارفة ده كويس، إن أنا كنت عايز أكتبه وقعدت حوالي سنة مش عارف أكتبه. أنا عايز اللي هو أول دخل، أول صفحتين، فأول صفحتين دول عاملني إزعاج فظيع جدا، كل ما أكتب حاجة أقطعها مش راضي عنها، لحد ما تذكرت في مشهد كده إنها كانت فوق السطح بتنشر، وانا كنت طفل صغير فطلعت لها فوق السطح ابص عليها، فلقيتها بتغني وفي سحابات الشتاء، يعني الشتاء في مطره نازله وهي بتنشر الغسيل، فايه الحماقه اللي هي بتعملها دي. لكن الحقيقه المشهد في حد ذاته، ولما استرجعته كله لقيت قد ايه هو حميمي وانساني وبيعبر عن شخصيتها الحقيقيه، انها كانت طفله وحيده لام واب، هي وبابا الله يرحمه برضه كان وحيد، عنده اختين يمكن ما كانش بيشوفهم تقريبا. الحياه في مدينه بورسعيد والذكريات دي افادتك جدا في الكتابه. لكن خليني اسال حضرتك، علم المكتبات افادك في المجال الانتاج الادبي؟ انا حكايتي مع المكتبات حكايه غريبه شويه برضه، لان انا الحقيقه كنت ناوي اخش كليه من اتنين، يا سياسه واقتصاد، لان كنت ساكن قصاد جامعه القاهره بعد 67 اما هاجرنا جينا المنطقه بين السرايات، فساكن قصاد باب كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة مباشرة. فكل أحلامي إن أنا هبقى يعني هخش هذه الكلية هبقى طالب، ما كنتش لسه بفكر في مسألة إن أنا أبقى أستاذ في الجامعة، يعني ده جت في مرحلة لاحقة. فأنا الحقيقة في أول 70 كنت بشتغل في الأهرام ظهورات، فلأن والدي كان بيشتغل في الأهرام فيقول لي في الأجازة بتعمل إيه؟ طب تعال. فرحت فأكتر من مرة قابلت الأستاذ محمد حسنين هيك، وعرف إن أنا ابن محمد عبد الهادي. هل حصل حوار بينكم؟ طبعًا. طب انطباعك إيه عن، مش ممكن نفوت الفرصة دي؟ لا يعني أنا عمري ما حكيت على فكرة الموضوع. يعني شيخ الصحفيين والصحفي الأكبر. لا إحنا حسنين هيكل في الأهرام كان إله بشري، يعني كائن مقدس بالنسبة لكل العاملين في الأهرام، لأنه الحقيقة كان سبب سعد الجميع، يعني المرتبات كانت كويسة، المستشفيات كانت كويسة، الثقافة كانت بخير، وعلى مستوى المهنة كانت الأهرام رقم واحد بطبيعة الحال، لأنه كان هو صاحب مدرسة الصحافة المتخصصة في مصر. فلما بيسألني وأنا قدام الأسانسير واقف وظهري ليه وهو داخل وقال لهم سيبوه، عادة كان الحرس ممكن يبعدنا وحاجات زي كده، لكن انا بصيت فاتخضيت يعني. لا وهو كان احيانا ينزل المطبعه وانا ببقى موجود وبيقول لي بتعمل ايه وبقول له.
فقال لي انت، انا عارف ان انت في الثانويه العامه انت جبت كام قبل التنسيق الفتره دي والكلام ده كله. فقلت له جبت كذا. فقال لي رايح فين؟ فقلت له يا اعلام يا سياسه واقتصاد. قال لي انا عندي اعلام وسياسه واقتصاد كتير. انت هتروح جامعه القاهره كليه الاداب. فقلت له اداب؟ يعني حتى لو انا فكرت اداب انا كنت كويس في الفرنساوي، يعني لغات هخش لغات يعني مثلا. قال لي لا، في قسم هناك اسمه مكتبات والوثائق، هتروح هناك هتقابل الدكتور سعد الهجراس كان عارفه، وهتروح تقابل عميد الكليه. انا مش فاكر يعني عميد الكليه في الوقت ده، يعني ذاكرتي الحقيقه ابتدت تضعف، كان شوقي ضيف ولا مين. المهم راح، فقلت له انا جاي من طرف حسنين هيك. فقال لي، هو كلمني في التليفون، انت زي المكتبه. قال لي انت خدني من ايدي. قام الراجل معايا، طلعنا عند الدكتور سعد الهجراس رئيس القسم، قال له استلم. اهتم بيه. خلينا نقول مش قادره افوت فرصه لقاءاتك مع استاذ محمد حسنين هيكل، اللي هي حتى لو كانت بالصدفه او عرضيه. هل حصل لقاء بعد كده بعد ما تخصصت في علم المكتبات؟ هل اشتغلت في الاهرام مثلا في الاول؟ اشتغلت في الاهرام، وهو انا فاكر انه علالي المرتب، يعني انا كنت باخد 16 جنيه مثلا، فوصلت ل 50 جنيه في بعد الكلمتين دول يعني. وبقيت اشتغل كمان، خلاني اروح مركز تنظيمه الميكروفيلم، اعرف الناس بتاعت الوثائق بقى والمكتبات، وعيش العيش الحاله. مركز التنظيم والوثائق الميكروفيلم اللي هو بقى مركز تكنولوجيا المعلومات في الاهرام. ده انت عارف حضرتك ده ليه دور كبير يعني طبعا. في ارشفه المعلومات في مصر. احنا اشتغلنا على كل المصانع اللي كانت موجوده في مصر في الستينات، من ناحيه المباني والالات والموظفين والكلام ده، كل ده كان اتوثق واتارشف واتعمل بيه ميكروفيلم وميكروفيش وحاجات كتيره. اشتغلت في ده. يا دكتور حضرتك خطوة بخطوة كده ابتدينا الأول مع علم المكتبات تمام. وبعدين واضح إن علم المكتبات ده هو اللي قادك لكل بقى يعني كل التميز، سواء في الأدب أو سواء في الرحلات وعملك مع العديد من المنظمات الدولية اللي من خلالها زرت كثير من بلاد ودول العالمية. يوم ما قررت أجي مصر، وده أنا جيت مصر بدعوة من مركز معلومات مجلس الوزراء سنة 1991، فاشتغلت هناك 5 سنوات. لكن يوم ما انا قررت ان انا اجي مصر وهشتغل فيها مع مركز المعلومات وهنشتغل من اجل تطوير البلد، وانا اشتغلت مع الدكتور هشام الشريف والدكتور احمد نظيف في اول التسعينات، وحتى خدت دورات بره وحاجات من دي، ده كان اذان. وانا خارج من الكويت جاي مصر، رسمت ورقه حطيت فيها خط للأدب وخط للعلم. إذا كنت سبت العلم لمدة حوالي 9 سنوات، أنت مضطر إن أنت ترجع له ما دام راجع مركز المعلومات. وده اللي أنت كنت بتدور عليه بعد الخبرات اللي أنت جمعتها. والأدب ده مصيرك وقدرك، لأن أنت شفت اللي محدش شافه. ومحدش اتكلم عليه كتير في الرواية. أنا ليا روايتين، يمكن دماء أبولو والحرب في الشرق، وفي جزء تاني طالع جديد إن شاء الله للحرب في الشرق. بتكلم عليها. طيب 67 حصلت، ما بعد 67 كان في ايه، وعلاقه ده ببدايه القرن العشرين في بورسعيد. دكتور الحديث عن عالم المكتبات، عن التكنولوجيا وصولا الى الذكاء الاصطناعي، حديث شيق هنستمر فيه ولكن بعد الفاصل. الذكاء الاصطناعي موجود منذ قرون، ولكن فقط في العقود الأخيرة أصبح تأثيره أكثر انتشارا وعمقا. الذكاء الاصطناعي هو شكل من أشكال التكنولوجيا التي تمكن الآلات من أداء مهام كالبشر باستخدام البيانات والتفكير المنطقي. ويعود أصل الذكاء الاصطناعي إلى عام 1940 عندما صاغ آلان تورينج اختبار تورينج، والذي قدم مقياسا لذكاء الآلة من خلال محاولة التمييز بين سلوك الإنسان والآلة.
أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي ذات أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة نظراً لقدرتها على حل المشكلات المعقدة كالتعرف على الكلام والصور ومعالجة اللغة الطبيعية والمهام المعرفية الأخرى. يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً على نطاق واسع لإجراء تحليل البيانات والتعرف على الأنماط، وهذا هو السبب في أنه أصبح مورداً مهماً في مجالات التمويل والرعاية الصحية والصناعات الأخرى. كما شق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى الأدب والفن، يتم استخدامه لتوليد الروايات وخلق الفن الذي يمكن أن يبدو أكثر إنسانية في الطبيعة من الأعمال التي تم إنشاؤها آلياً. يمكن أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد التعبير الشعري وتوليد الصور التي يمكن استخدامها في الأعمال الإبداعية المختلفة. يمكن استخدام الأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع جديدة من الأدب والفن، أو ببساطة لتوفير الإلهام الفني والبصيرة. الذكاء الاصطناعي هو أداة تحمل قدراً هائلاً من الإمكانات، ويتم استخدامها في مجموعة متزايدة من التطبيقات لن ينمو نفوذها إلا في السنوات القادمة، حيث تتطلع المزيد والمزيد من الصناعات إلى تسخير قوتها لإنشاء حلول وتطبيقات جديدة. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زال يشرفنا في الاستوديو الدكتور زين عبد الهادي، استاذ علم المكتبات بجامعه حلوان والمشرف العام على مكتبه الفنون والثقافه بالعاصمه الاداريه الجديده. دكتور، التقرير اللي احنا شفناه ده تقرير عدوا فريق العمل، فريق البرنامج، باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني هم سالوه سؤال والذكاء الاصطناعي هو اللي جاوب، هو اللي عد، هو حتى الترجمه من اللغة العربية الإنجليزية هو اللي قام بيها. يعني فكرة السيطرة دي التامة، وإن أنا طب أنا أعرف منين ولا أضمن منين إن كل اللي بيقوله أو كل المعلومات اللي هو جايبها صحيحة؟ نسبة الخطأ فيه قد إيه؟ يعني هل تم قياس ده ولا؟ ونسبة الأهم، وحضرتك عارف المخاوف اللي بتتقال في العالم كله إن هو اللي يسيطر، إن هو يضللني. بصي، التكنولوجيا قاسم مشترك اعظم في كل العلوم النهارده في العالم. مش هتقف، واحنا مع التقدم التكنولوجي. لكن ازاي نرشد الناس؟ في قوانين محطوطه للذكاء الاصطناعي علشان ما يرتكبش جريمه في انسان، ما يقتلش انسان، ما يصيب، يعني ما يصيبوش بشكل ما، ما يأذيهوش نفسيا. القوانين دي اللي حطها عالم امريكي بتاع فيزياء اسمه اسحاق ازيموف، الكلام ده حطه في الستينات. كويس. وايه اللي هيلزم الذكاء الاصطناعي انه يلتزم إن بهذه القوانين؟ ان هو بيحول القانون لشروط للتعامل. يعني انت مش هتتعامل معايا، مش هتخدعني. لو انت دخلت مع الشات بوت في حوار هيقول لك في النهايه انا بقف هنا، ما اقدرش اتعدى المنطقه دي لان انا محطوط فيا حاجات للاخلاق والتعامل مع البشر، وان انا لازم احترم. هتبص لي يسرد لك الحاجات دي كلها. فاحنا مش قلقانين، احنا نقلق مش من استخدامه، احنا انا قلقان من عدم استخدامه في مصر، مش قلقان من من ان هو بيستخدموه، لان فكره الذكاء الاصطناعي مطروحه على محركات البحث على الانترنت من التسعينات اصلا. كان في برنامج اسمه يا دكتور، مع تقديري واحترامي لحضرتك بتقوله ده، وطبيعي الذكاء الاصطناعي هيستخدم شئنا ام ابينا. يعني التكنولوجيا بتسير للامام دايما. ده يخليني اسال حضرتك، هو الذكاء الاصطناعي في مصر فين بقى؟ يعني احنا في انهي درجه من درجات العالم على لو في مقياس كده لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟ احنا على المستوى الفردي متميزين جدا. ايوه، مش على المستوى المؤسسي، لأن الدولة ممكن يكون عندها مشاكل وهموم كتيرة بتحاول إنها تحلها. فممكن يكون الذكاء، رغم إن اتعملت كليات كتيرة وفي ولاد من مصر كتير كسبوا مسابقات بره، ده اللي بيخليني أقول وإحنا شغالين بره مع المؤسسات. يعني أنا اشتغلت مع الأمم المتحدة، اشتغلت في ده كتير. كويس. بس كلها نظم متعلقة بالمعلومات وإزاي المعلومات تأثر على القرار. يعني إزاي ما أنت تاخدي قرار في أي حاجة، اي حاجه في مصر، لو احنا في مركز معلومات مجلس الوزراء، يعني في حاجات الحقيقه بتخلي الواحد يفكر كده بجنون. يعني احنا في مركز معلومات مجلس الوزراء في التسعينات كنا عايزين مفيش قرار يتاخد في مصر الا بناء على معلومات.
يعني هنزود المستشفيات. طب احنا عندنا كم مستشفى؟ عندنا كم مريض؟ طب الناس اللي في الحتة الفلانية بيعيوا بإيه؟ لو احنا تخيلي معلومات، انت عارفة المعلومات دي، كمية التكاليف اللي ممكن تقل من فوق كاهل الدولة قد ايه؟ تكاليف كتير جدا. والطرق الطريق يبقى مساحته قد ايه؟ لانه بعد كام سنة هتزيد كثافة السيارات اللي ماشية. معلومات. في حاجة كمان درسناها مع الذكاء الاصطناعي اسمها الثينك تانك انستتيوشنز، يعني اللي هي مؤسسات التفكير والخبرة. انت عايزة تاخدي قرار سياسي او اقتصادي او اجتماعي او تعليمي، طب مين الناس اللي ممكن تساعد في اتخاذ هذا القرار؟ انت عندك ناس بتاعت سياسة في مصر، ناس بتاعت اقتصاد، وناس بتاعت علوم، وناس بتاعت صناعة، وناس بتاعت ما جربناش نقعد ونتكلم ازاي نحسن ده بالناس دي بالمعلومات اللي عندها، وممكن نستعين ببيوت خبره حتى لو احنا مش قادرين ان احنا نوفر مع مكتبه الاسكندريه. كان فيها يا دكتور يعني حتى قبل ثوره يناير كان فيها اجتماعات بالشكل ده موجوده يعني في كل المجالات، مثلا في مجال الفنون كنا بنلاقي فيه خبراء، وكانت الاجتماعات دي بتتم بشكل دوري. نعم. الاجتماعات دي نتائجها بتروح فين النهارده واحنا في ظل الحوار الوطني؟ ده ممكن يعمل حراك ازاي في مجال العالم كله مطل مقبل عليه وبيتعامل معاه بشكل اساسي زي ما حضرتك قلت بشكل حيوي؟ يعني انا ببص لتجارب دول شمال اوروبا اللي هي ما فيش التلميذ او الطالب بيخش مدرسه لحد سته ابتدائي. فنلندا فيها ولا بيمتحن كويس، ومع ذلك هو اذكى طالب في العالم. اذا احنا عندنا في خطا بنرتكبه. ايه الخطا ده؟ في طريقة التعليم اللي احنا مصرين اصرار عنيف جدا انها تظل تقليدية رغم ان العالم تحرر من هذه القيود كلها. أنا مكتب اسكندرية بقى عندها ابحاث قد كده، لكن ما حدش طلب الابحاث دي علشان يشتغل عليها. العلاقة في علاقة، شوفي عندنا كام جامعة حكومية وكام جامعة خاصة. كتير. دور هذه الجامعات في التصنيع في مصر ايه؟ دور هذه الجامعات في التعليم في مصر ايه؟ دور هذه الجامعات اللي هي مفروض انها بتضم كل الاساتذه والمتخصصين العالميين كمان، لان احنا كتير مننا شغال امم متحده وشغال في اوروبا ومع الاتحاد الاوروبي. يعني انا في مجموعه على الواتس كلها علماء وفيها ناس ذكاء اصطناعي وكلام من ده. لو تشوفي كميه المحاورات العلميه اللي بتتم ومدى قلقهم وحبهم للبلد مش هتصدقي ده. وعندهم ابحاثهم واشتغلوا في هذه المؤسسات بحيث انهم يرفعوا مصر ويخلوها في السماء كلها. احنا فين من ده؟ العلاقه ما بين الجامعه والمؤسسه يجب ان يعاد النظر فيها بشكل كامل. هل في كليات دلوقتي موجوده بتدرس وبتقدم تخصصات من البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي؟ انا سنه 93 كان مشرف عليا حد جميل جدا، الدكتور احمد ابو طالب، سنه 93، وده كان هندسه طبيه ارتفيشال انتليجنس. كويس. 93 هندسه طبيه جامعه القاهره. جامعه القاهره. فانت عندك في كليه الهندسه نمره واحد بالمناسبه اللي موجوده في مصر هي كليه الهندسه، هي جامعه حكوميه، جامعه عين شمس. الهندسة هي الأولى في مصر كله، يعني في تصنيفها العالمي هي نمرة واحد، ثم جامعة القاهرة، ثم حلوان، ثم بقية الجامعات الحكومية. وفي كليات للذكاء الصناعي كمان موجودة، مش أقسام فقط كمان داخل الكليات. وكمان الذكاء الاصطناعي موجود في الأقسام العلمية الأخرى زي مكتبات. يعني أنا هدرس إزاي وفي طلبة بعد كده درسوا الذكاء الاصطناعي، كنت أنا أول واحد، لكن في طلبة بعد كده كملوا ماجستير ودكتوراه في الحاجات دي. لكن هل احنا استفدنا؟ هي دي النقطة. احنا عندنا علم، ازاي يتم الاستفادة؟ لازم في استراتيجية تبقى موجودة يصيغها مجلس الشعب، متعلقة ببناء اعادة بناء العلاقة بين المؤسسات السيادية والمؤسسات الاستراتيجية ومؤسسات الاجراءات والسياسات وبين الجامعات كلها، ان لازم الربط ده يبقى موجود وموجود بقوة. يعني احنا محتاجين تعديلات تشريعية، قوانين. نعم.
ربط الار اند دي ريسيرش اند ديفلوبمنت اللي البحث والتطوير اللي بيتم في الجامعات بالمؤسسات المنتجة داخل المجتمع المصري، حتى والمؤسسات اللي بتتكلم في الثقافة والمؤسسات اللي بتتكلم في السياسة، لان في تجارب كتيرة اتعملت واحنا مش محتاجين ان احنا نعيد اختراع العجلة. نعم بالزبط. ما يبتديش من النقطة صفر دائما. بالزبط. في المكتبة، مكتبة الفنون والثقافة اللي موجودة في العاصمة الإدارية وحضرتك مسؤول عنها، ما يقدرش اغفل هذا الامر، مدى استخدام الذكاء الصناعي في قد ايه؟ احنا لسه ما فتحناش طبعا، لكن فتحت التجريب، لكن المبنى موجود يعني وفي تجهيزات كبيره. مثلا جبنا في المتاحف الافتراضيه موجوده عندنا، المكتبات الافتراضيه موجوده عندنا، قواعد البيانات اللي هي بتتكلم حتى عن الذكاء الاصطناعي والحاجات دي موجوده عندنا. هنحط مجرد ان احنا نفتح هنحط نظم كبيره اكسبرت سيستم وليرنينج ماشين، وجايبين هولوجرام وجايبين حاجات كتير في اللي هي بنسميها الانتر اكتف ابلكيشنز برضه موجوده في مكتبه الطفل. يعني احنا مش بس مكتبه الكبار، موجوده كمان في مكتبه الطفل. المكتبه مساحتها 10,000 متر مربع، ده المسطح انما احنا بنوصل لحوالي 30,000 ببقيه المكونات، وده تقريبا ثلث مكتبه الاسكندريه، وده رقم كبير. فلما اقول لك ان 35,000 مكتبه في مصر، الناس لو دخلت المكتبات دي هتتغير بالمناسبة. والمكتبات دي كمان موزعة على دار الكتب، وموزعة على هيئة أصول الثقافة، وموزعة على بعض المكتبات المدارس والمكتبات الجامعية اللي هي مفتوحة أغلب الوقت، موزعة على مكتبة مجموعة مكتبات مصر العامة. يعني في مؤسسات كتيرة، في شركات حتى موجودة، يعني شركات كتير منتشرة المكتبات. نرجع بقى للذكاء الاصطناعي، وحضرتك رؤيتك ايه؟ توقعاتك ايه للذكاء الاصطناعي؟ يعني ممكن يوصل لفين؟ شوفي، احنا يمكن انا متابع برامج الفضاء، وده اهتمام طفولي عندي، يعني برامج الفضاء والصراع ما بين امريكا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي على احتلال الفضاء، انا متابع ده بشكل يومي. اول حاجه بعملها الصبح ان انا اقرا الاخبار، خصوصا الابحاث العلميه اللي معموله على ده. لو احنا هنخترق الفضاء وبرنامج الفضاء المصري مثلا اللي موجود، اعتماد الاساسي وللعالم كله، مش هنقدر نطلع ببشر عاديين في الاول طبعا، لازم روبوتس، ولازم روبوتس تملك القدره على الرؤيه وعلى التحليل وعلى التخاطب وعلى ارسال المعلومات وبثها. يعني في مجموعه ضخمه جدا من الابلكيشن بتاعت الذكاء الاصطناعي هتستخدم فيها. احنا فين بقى؟ هو السؤال عندي كل يوم ما بشوف ده بحس بالغيره الفظيعه جدا. احنا فين من ده كله؟ وليه ما فيش برنامج مصري؟ وده كان المفروض يتعمل من سنوات طويله. لاختراق الفضاء ونطلع اول صاروخ امتى؟ ويفشل مره واثنين وثلاثه، انا ما عنديش مشكله. ونجرب. وليه ما اتعملتش روبوتات في الصحراء؟ يعني ممكن تخترق الارض في صحراء تقول لنا في ميه، في بترول، في معادن، في الكلام ده كله. وعندنا علماء مصريين شغالين في الوكالات اللي بره بيعملوا ده هناك، احنا سايبين الناس دي. يعني ده مهما حول لي من فلوس، هذه القيمه لا تساوي 1 على مليون من اللي كان ممكن يعمله للبلد. يجب ان نحتضن كل هؤلاء في عجاله. نعم. ورد على مخاوف بعض الناس اللي ممكن يكونوا زيي، الروبوت ممكن يحل محل الانسان بشكل كامل؟ في حاجات وحاجات، هديكي امثله. يعني انت لو عايزه في عندك بركان مثلا، هل الافضل تطلعي انسان ولا تطلعي روبوت علشان يخش على سطح؟ لو عندك حاجه في اعماق البحار، وده اللي بتعمله امريكا على فكره دلوقتي، يعني الحاجات الاماكن يعني الخطره، يعني الهدف من الروبوت هي انه تجنب المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها انسان، لان دي القوانين الثلاثه اللي حطها اسحق ازيموف. طول ما انت قادر تحمي الانسان احميه، وجازف انت ما تخلوش هو يجازف. ده القانون الاولاني. دكتور زين، الحديث عن الذكاء الاصطناعي وايجابياته وان احنا ما نخافش منه يمكن يكون بدد بعض او كثير من القلق بالنسبه لبعض الناس، اللي انا واحده منهم. نعم. في نهايه هذا اللقاء بشكر حضرتك، نورتنا في برنامج اطياف. سي جدا. في ختام حلقتنا، الحياه رحله والنجاح يكمن في الخيارات التي نتخذها.
يجب أن نسعى دائما لنكون أفضل ونفعل ما هو أفضل ونفكر خارج الصندوق. الحياة هي مغامرة ونحن فقط يمكننا أن نقرر كيف سنواجه تحدياتها. دي حكمة نصحنا بيها الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا نلتقي بكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من أطياف.